سيادة النائب بدي احكي لك شوي احصائيات اللي سألت عليها شوي بدي اصدمك شوي. والله انا مصدوم من قاعي يعني. شوف هاي حسب يعني اللي حصلتها طبعا هذه في يعني شعبة قسم التطوير بحوث وتطوير في مجلس النواب اللي انا جيد يعني ناس نشيطين فاطلب من عندهم بحوث وتقارير مستمره. هاي الاحصائيات وصلتني طبعا متوفره 2021 ما لقيت 22 ل 2021 قلت لك 22 بعدها ما كامله. هذه الملوثات الموجوده بالمياه طبعا ليش عندنا امراض سرطانيه وغيرها وتفاصيل اخرى مثلا وباختصار يعني مثلا العسره اللي هي الكالسيوم والمغنيسيوم هاي طبعا سبب زياده امراض القلب والاوعيه الدمويه النسبه الطبيعيه لها 100 ملغ لكل لتر بالبصل قد لقيناها 1441 100 مليغرام نعم نعم في ذي قار 1111 ديوانية 1065 مثنى 924 المغنيسيوم اللي هي يسبب مرض الأمعاء والإسهال حد الاعتيادي مالته 20 مليغرام بالبصل لقينا 221 بالقادسية 138 ذي قار 120 الكالسيوم اللي هو 100 مليغرام لكل لتر قد يصل إلى 250 في المحافظات اللي بها يعني اللي في الوسط والجنوب المشكلة الكبيرة موضوع الكلور اللي هو 200 ملغرام لكل لتر الحد الطبيعي بالبصرة شقد 2377 نعم ذي قار 939 المثنى 562 الأملاح الذائبة التوصيل الكهرباء الكبريتات 200 ملغرام لكل لتر بالديوانية 885 وذي قار 785 ملغرام لكل لتر والعسرة والكدرة والتوصيل الكهرباء كلها أضعاف مضاعفة وهذا وين تتركز عندما تقل المياه يزداد تركيز هذه السميات وبالتالي تلقى الأمراض السرطانية وين موجودة؟ موجودة في البصرة، موجودة في الميسان، موجودة في العمارة وأيضا في أغلب المحافظات. أيضا البصرة اللي هي تنطي اليوم تزود الموازنة بأكثر من 95% وبالتالي هي ما عندها غير بس هالطلايب والمصايب والكوارث اللي تصير. رئة العراق الاقتصادية، رئة العراق الاقتصادية بالصدفة اكسيدنتلي جريدة الجارديان في اليوم يعني نشرت في بحث معين قالت يابا أكو عندنا أمراض سرطانية ولقيناها بالأطفال انبرى هذا الموضوع أحد العلماء العراقيين وراح أخذ عينة من اليورين مالت الأطفال البول مالت الأطفال ولقى بي بنزين في نفس اليورين مالت الأطفال وهذا طبعا بحوثات وسوى مختبرات معينة هذه المشكلة أنا كخطة بصورة عامة لي تسجيل قاعدة بيانات ما عندي يا أخي لحد هذه اللحظة هل تعلم بأنه لحد الآن ما عندي قاعدة بيانات كاملة للأمراض السرطانية حسا جاي يصير فرق جوالة معينة حتى أعرف إيش قد عندي ناس مصابين بالسرطان وهذه مشكلة وطامة كبيرة احنا هسه اليوم مستشفياتنا مملية بموضوع السرطان مع شحة العلاجات وغيرها وتفاصيل أخرى واكو ناس بعدنا ما واصليها ما نعرف شنو وضعها واكو تعرف أنواع من السرطان ما معروف لحد ما يوصل إلى الليفل الرابع من هذا انتهى بعد بالمناسبة تخسر عليه الدولة علاجات وكذا وكذا شيء بسيط البي تي سكان موضوع العلاج فحص المبكر للسرطان أجهز من عند هذه الأجهزة وأوزعها بأغلب محافظة بأربع محافظات بست محافظات بس على الأقل المحافظات اللي هي تتركز بيها المحامل الغيرة المصافي ألحق على الليفل الأول حتى أقدر أعالجه بسهولة ليش وصل الليفل الثاني والثالث والرابع وأخسر عليه ملايين وبالتالي يفقد حياته هذا ما بعد ماكو نتيجة لكن أنت بعد كوزان ما تقدر تعوفه هذه مشكلة وطامة كبيرة المشكلة عندنا في قاعة البيانات اللي أنا أعاني من عدها وأطلب باستمرار لكن ما عندنا خطة حكومية كاملة لتأسيس قاعدة بيانات زين الآن إذا وزارة البيئة تريد تعمل أو وزارة الصحة وأنت بنفسك تتحدث أنه أنا اليوم قاعدة بيانات ما عندي بلي ايش راح تسوي؟ أنا ما عندي أنا أطلبها من الجهات التنفيذية الجهات التنفيذية اليوم هي هم ما عندنا خلل كبير هذا خلل كبير عندهم وهذه مشكلة ما عندنا رؤية لمعالجة مشكلة معينة أنا غير أول مرة بري بلانينج بعدين بلانينج بعدين أشتغل بالتنفيذ زين. أنا ما عندي تخطيط هسه مشكلة بخص هذا الموضوع نعم أكو خطط أكو يعني أنا كثير من المؤتمرات حضرتها مالت البصرة كوبت 27 كوبت 28 أنا عندي يعني شغف في موضوع البيئة وحضرت مؤتمرات بالمناسبة كوبت 27 رحنا وسولفنا نطالب حقوقنا ما لقينا كرسي نقعد عليه وكتبنا تقرير وكذا وسوينا فد بعدين جناح بالكوبت 28 في دبي وقعدنا وسولفنا وكذا ونقلنا تفاصيل وأسسنا فد فريق معين يقوم يتفاوض لأن العراق مظلوم من أكثر الخامس دول عالميا هي متضررة بالتغيرات المناخية إحنا مو دولة صناعية هم دولاك جاي يصنعون وسمومهم جاي تجي علينا فمفروض يعوضونا هذا موضوع يسمونه الكربون كريدت موضوع بيع الكربون موضوع ما بيه خبزة هاي مشكلة كبيرة بالمناسبة الكربون كنت تدري يعني يعني يعطينا ملايين دولارات ما لقيته موجود حتى في جولة التراخيص لحد ما داعينا به